اقتراب موعد توقف الحرب باليمن بتدخل هذه الدولة الخليجية المتفق عليها. لنشاهد التفاصيل. كشف نائب مدير شرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة ضحية خلفان إن المملكة العربية السعودية تستعين بسلطنة عمان من أجل السلام واستعانت بالإمارات من أجل الحرب في اليمن، في إشارة منه إلى اقتراب موعد توقف الحرب باليمن بتدخل عماني. وغرد ضحية خلفان في اعتقادي إن المملكة العربية السعودية استعانت بالإمارات في ساحة الحرب واليوم تستعين بعمان في رسالة للسلام، ولذلك من الضرورة بمكان أن تنظر إلى الأمور نظرة منطقية، ولا نستغرب أي جهود تبذل من أي طرف من الأطراف في سبيل التصدي للمخططات الهادفة إلى زعزعة المنطقة العربية. وقال ضحية خلفان: الذين يروجون لانتهاء شهر العسل الإماراتي السعودي هم أنفسهم الذين أشاعوا فتنة الربيع الإخواني حسب وصفه. وتابع بالقول: المسألة لم تكن مسألة شهر عسل، المسألة كانت مخططا حوثيا إيرانيا لو نجح لكانت الطامة الكبرى. واعتبر ضحية خلفان أن حلم الحوثي لم يتحقق، وأضاف خلفان: ما الذي استفاده الحوثي بعد هذه السنوات وقد سقط مشروعه سقوطا مدويا؟ Yeah.